لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الشورى وهي مكية. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، ذكرنا أن أصح الأقوال إن شاء الله هو أن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال ابن عباس وابن مسعود في ألف لام ميم أنا الله أعلم، وفي ألف لام راء أنا الله أرى، فالحاء من اسم الرحمن والرحيم، والميم من العليم أنا الله أعلم كما ورد، والعين في عدة أسماء فيها حرف العين العليم والعلي، والسين في اسم السميع، والقاف في اسم القدير، قال: وقد روى ابن جرير هنا أثرا غريبا عجيبا منكرا، روى عن أرطاه ابن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله حميم عين سين قاف. قال: فأطرق ثم أعرض عنه، ثم كرر مقالته فأعرض عنه، فلم يجيبه بشيء وكره مقالته، ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال حذيفة: أنا أنبئك بها، قد عرفت لما كرهها، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق، يبتنى عليه مدينتين أو يبتني عليه مدينتين، شق النهر بينهما شقا، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا. فذلك قوله حميم عين سين قاف،
يعني عزيمة من الله تعالى، وفتنة وقضاء حم، حاميم عين يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، قاف يعني واقع لهاتين المدينتين، كما قال حديث منكر هناك إرسال أو جهالة رجل مجهول، وطريقته طريقة الأحاديث الباطلة. قال: وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع. عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس، هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر حاميم عين سين قاف؟ وأثب ابن عباس فقال: أنا. قال: حاميم اسم من أسماء الله تعالى. قال: فعين عاين المولون عذاب يوم بدر. قال: فسين، قال: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: فقاف، فسكت. فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: قاف قارعة من السماء تغشى الناس. الحسن ابن يحيى ضعفه غير واحد، وقال: الدارقطني متروك. وقال ابن حبان: استحق الترك. يعني هي ليس لها تفسير مخصوص بعينها، سواء الكلام على زوال ملك بني العباس، مع أن هذا أمر غير مشهور ولا معلوم، الذي ذكره عن عبد الإله الذي ابتنى مدينتين احترقتا أو خسف بإحداهما، هذا كلام غير معروف ولا مشهور في زوال ملك بني العباس. وأيضا في الأثر الثاني المنكر. وقوله: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. قوله: الله العزيز، أي في انتقامه، الحكيم في أقواله وأفعاله. روى الإمام مالك عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وفيفصم عني، يفصم يعني، وقد وعيت ما قال، وعيت ما قال. وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا تفصد عرقا. أخرجاه في الصحيحين، ولفظه للبخاري. قد رواه الطبراني عن عائشة عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال: مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. قال: وهو أشده علي. قال: وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول. وروى الإمام أحمد
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاسل ثم أسكن عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد وهو صحيح بما قبله، ما ضعف إسناده لولود للهيعة. أسمع ثم أسكن، أسكت عندك؟ في نسخة ما ذكرناها بس هو صحيح، نسخة أسكن. قال: وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه، وهو العلي العظيم كقوله: الكبير المتعال، وهو العلي الكبير. والآيات في هذا كثيرة، الجمع بين صفة العلو وصفة العظمة، صفة الكبر أنه الكبير سبحانه وتعالى. وقوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار: أي فرقا من العظمة، أي خوفا من العظم من عظمة الله. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، كقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذا لمن في الأرض؟ للمؤمنين الذين في الأرض. وقول: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، إعلام بذلك وتنويه به، يعني ذكر أسماء الله وصفاته المتعلقة التي تتعلق بها المغفرة والرحمة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني المشركين، الله حفيظ عليهم، أي شهيد على أعمالهم، يحصيها ويعدها عدا، وسيجزيهم بها أوفر الجزاء. وما أنت عليهم بوكيل، أي إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، أي لست موكلا بأعمالهم، لا أنت مسؤول عنها ولا محاسب عليها ولا محاسب عليها، الله هو الذي يتولى حسابهم وإحصاء أعمالهم للحساب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.